السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتكم قناة الطبخ الصحي العربي. اليوم كيف كتشاهدوا غادي نقوموا بترويض آنية فخارية، وهاد المرة غادي تكون مخصصة لطهي المربيات والتحليات الصحية. وكيف كنعرفوا فطاجين للطهي المعتاد، فإذا قمنا بطهي المربى فيه فضروري أنه غادي يعطينا طعم المأكولات اللي سبق وقمنا بطهيها في طاجين. فمن الأحسن أن الآنية الفخارية تكون مخصصة لهذا النوع للتحليات وكذلك للمربى، فلما لا نتشاركوها مع بعض. وكذلك جاءتني مجموعة من الطلبات على طريقتي في ترويض الفخار، فلما لا نحضر كذلك آنية فخارية لطهي الحلويات، وهالطريقة كذلك صالحة مع الأواني الفخارية للطهي المعتاد. هنا كيف شاهدتوا استعملت آنية كبيرة ووضعت فيها ماء، وقمت بغمر أو بوضع آنية الفخار وسط الماء، وضروري أنها تكون مغطية بالماء جيدا. كيف كتشاهدوا من الأحسن تكون تغطى جيدا بالماء. إذا بانت لكم أن بعض الأخوات مجرد ما كتوضع الآنية الفخارية وسط الماء كتفتت أو كتدوب، فهذا كيعني أن بكل سهولة أن الآنية الفخارية لم تطهى بالمرة في فرن قبل بيعها. للأسف كنضيعوا فيهم وكنخليوه 24 ساعة إلى 48 ساعة وسط الماء. هاد الطريقة ديال كنخليوها في الماء، فالماء كيجلب أو كيجذب طعم الفخار، كيجذبو كامل، وخاصة إلا مكناش ضامنين المكان اللي جات منه الآنية الفخارية. في بعض الأحيان، ونبهتني لها متتبعة جزاها الله خير، أن بعض المناطق كيستعملوا عجلات السيارات القديمة في طهي الفخار في أفران الفخار، لذلك كنلقاو طعم مر في الطواجن. بعض الأخوات كيقولوا بأن طاجين كيعطي طعم مر في الخضر أو في أي شيء قمنا بطهيه فيه، فكتعطيهم مرارة ورائحة مزعجة. هذا كيعني أن الفخار قاموا بطهيه بمواد غير صحية بالمرة. هالطريقة ممتازة جدا، انها كتجذب كيف قلت لكم الروائح، كيجذب كذلك الطعم وحتى مكونات الطين. فكنقوموا بتنظيفه في لاقصى حد ممكن، كتخليوه يا اما 24 ساعة، وممكن انكم تبدلوا ليه الماء وتخليوه 24 ساعة اخرى. هذا الماء انا خليته فيه تقريبا 48 ساعة في نفس الماء، وكيبان لكم ان لونه تبدل، صار لونه مصفر شيئا ما. كنقوموا بازالته من الماء وكنشفوه شيئا ما بفوطة مطبخ، وطبقة الدهن أو المادة الدهنية اللي غنقوم ترويض بها هذا هو السمنة، السمنة اللي معروفة في الشرق الأوسط، وسمن الحلو معروف في المنطقة المغاربية. هنا عندنا في المغرب كيسميوه في منطقة الجنوب يسمى بسمن الحلو. قمت بإذابته، هذا راه السمنة حضرتها في السنة الفارطة، وكتحافظ على ريحتها وطعمها ولا أروع. هنا من بعد ما نشفت الطاجين كيف كيبان لكم، فكندهنو أو كنصب السمنة اللي سبق ودوبتها، وكنقوم بتمريرها على الطاجين بأكمله جيدا حتى كنتأكد أن المادة الدهنية غطات الطاجين بأكمله. وما تخافوش لأن هاد المادة الدهنية راه كلها غادي تشربها الطاجين، ما غتبقاش نهائيا ولا نقطة. إلا تعذر عليكم تدويره، فممكن أنكم تستعملوا أطراف الأصابع للتأكد من وصول المادة الدهنية للزوايا الطاجين بأكمله. وكنخليوه هكذا في المطبخ
مثلا وجدته الصباح فبعد الخبز او بعد طهي الخبز في الفرن، كنقوم باطفاء الفرن وكندخل له طاجين. او ممكن كذلك انكم تقوموا باشعال فرن على درجة 160 ولا 180 درجة وتخليه في الفرن ما بين ساعة ساعة ونصف حتى يتشرب المادة الدهنية بأكملها. كيف كيبان لكم هنا، هنا راه من بعد ما دخلته الفرن وخليته طفيت عليه الفرن بعد ما مرت تقريبا ساعة ونصف هو في الفرن، شرب المادة الدهنية جيدا، طفيت عليه الفرن وخليته وسط الفرن حتى اليوم الموالي. وغدا نقوم بإضافة بعض المكونات الأخرى لجذب كذلك الروائح والطعم اللي تكون أصلا في الفخار. هنا غنستعمل بعض القطع من نجمة اليانسون أو لاباديان، وغنضيف كذلك كمية من القرفة. إذا كنت عندكم قرفة أعواد أو عود قرفة فاستعملوه، لما لا، أنا ما توفرش عندي فاستعملت القرفة المطحونة. وغنضيف كمية من الماء حتى تغمر الطاجين بأكمله، نغطي عليه جيدا ونقوم بإشعال نار بنفس الطريقة اللي كنقوم بطهي الطاجين فوقها. ولكن الطاجين لابد أنكم تستعملوا ليه مفرش عازل بينه وبين حرارة البوطاغاز أو البوطة كيف كنقولوا حنا، ما تكونش حرارة مباشرة. إذا كانت إلكتريك بلاك إلكتريك ليس هناك مشكل، ولكن دائما تكون الحرارة متوسطة إلى قليلة لتفادي طرطقة الطاجين. هنا من بعد ما عمرت الطاجين بالماء على التوابل اللي ضفت له، كنشعل عليه وكنخليه على نار مهيلة حتى كيبان لكم أنه وكذلك كتبان لكم أن كمية الماء تقلصت كيف كيبان لكم. وكنخليه تقريبا ساعة ساعتين على نار مهيلة، وهنا كيبان لكم كمية الماء راه نقصت بزاف، يعني كمية الماء نقصت للنصف تقريبا، خليته حتى ليلة كاملة أخرى. يعني تقريبا ترويض هاد الطاجين خدمني تقريبا 4 إلى 5 أيام، أعطيوه الوقت لضمان نتيجة مرضية بدون رائحة بدون طعم، وبدون كذلك أنه بعض الأخوات كيقولوا بأنه دائما الخضر تلتصق بقاع الطاجين، فإلا عطيتوه الوقت وخليتوه يتشرب المادة الدهنية والمراحل كلها مستحيل أنه يلصق لكم نهائيا. ولا شاهدتوا أن الطاجين أو الماء اللي كان اللي بقى ما خادش نهائيا ولا جزء من المادة الدهنية اللي عطيناها للطاجين وتشربها، فكتكونوا ضامنين على أن المادة الدهنية من بعد كندخلوا الفرن كتشرب جيدا وكتغلغل وسط الفخار. وكيبان لكم هنا في القاع بأن المادة الدهنية تشربها الطاجين جيدا، راها واضحة جدا جدا. فضروري أنكم تاخذوا الصبر والوقت حتى تحضروه، والأكيد أن النتيجة غتكون مرضية. ودائما كيف قلت لكم وكنأكد، طاجين للمحافظة عليه ضروري أنكم تفرشوا ليه مفرش عازل. إلا قدرتوا تشتريوا مقلاة ألمنيوم خصيصا كفراش للطاجين كان أحسن، كتبقى دائما عازل وفي نفس الوقت موزع ممتاز للحرارة أسفل الطاجين. هالطريقة راها كذلك صالحة لترويض الطاجين للطهي اليومي المعتاد. ورسالة بالنسبة للناس اللي في المغرب أو في المنطقة المغاربية وكيتوفروا على آنية فخارية أو قريب لهم محلات لبيع الأواني الفخارية، فقوموا باقتنائها وعوضوا بها الأواني الأخرى للطهي. احنا مرفهين، عندنا الرفاهية الكاملة بأننا نشتري أواني فخارية ونروضوها، بخلاف إخواننا في المهجر كيشوفوا الأواني الفخارية وما عندهمش استطاعة أنهم ياخدوها. فحاولوا ندخلوا ثقافة أو نعيدوا إحياء ثقافة
الاواني الفخاريه في مطابخنا وفي الطهينه. اتمنى ان هذا الفيديو يفيدكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.